السلام عليكم متتبعي قناة جي إيلاكت. اليوم لإنجاز مثل هذه المولدات واللي تسمح بتوليد شحنات كهربائية موجبة وشحنات كهربائية سالبة واللي تعرف باسم مولدات فوندوغراف، نحتاج إلى بعض المواد الأولية. ومن بين هذه المواد نلقاو زجاجات بلاستيكية، محركات كهربائية، ديزيلاستيك من هذا النوع او هذا النوع، ديفيزيبل بحيث يكون الهيكل تاعهم زجاجي، قماش من نيلون، شريط من تيفلون، ديتيج ميتاليك، دي تيب ميتاليك من الالومنيوم ولا من البلاستيك. في البداية نحاولوا نفصلوا الزجاج عن هذه القطع المعدنية، وهذا باستعمال مكواة التلحيم والقصدير. اذا نحطوا قطعة من القصدير على القطعة المعدنية، لتسهيل فك القطعة المعدنية عن الزجاج. وطريقة الحصول على مولد لشحنات موجبة أو شحنات سالبة يتمثل في العودة إلى هذا الجدول واللي يسمى بجدول الاحتكاك، واللي يمثل مواد الاحتكاك أو ما يعرف بلاتريبو إلكتريك. فمن الأعلى إلى الأسفل هذه المواد تكتسب إلكترونات فهي تشحن إذن شحنة سالبة، أما من الأسفل إلى الأعلى فهي تفقد إلكترونات وبالتالي فهي تشحن شحنة موجبة. فمثلا إذا قمنا بدلك الصوف على الزجاج فإن الصوف ستنتزع بعض الإلكترونات من الزجاج، وبالتالي الزجاج يشحن شحنة موجبة أما الصوف فيشحن شحنة سالبة. وباستعمال دائما الصوف مثلا مع مادة البي في سي، ففي هذه الحالة الصوف ستفقد إلكترونات ومادة البي في سي تكتسب هذه الإلكترونات، وهنا الصوف تشحن شحنة موجبة أما البي في سي فيشحن شحنة سالبة. إذا نقوم بتهيئة هذه الزجاجة البلاستيكية. اذا هذا المولد الاول مولد للشحنات الموجبة، لان العجلة السفلية تحتوي على اللاتكس
أما العجلة العلوية فتحتوي على الزجاج، والشريط اللي يوصل بين العجلتين شريط من نيلون بحيث نوصل المشط أو الباني السفلي بالأرضي. أما الباني أو المشط العلوي نوصله بهذا الكانات، وهذا الكانات في هذه الحالة تمثل مخزن للشحنات الموجبة. وبنفس الطريقة نصنع مولد الشحنات السالبة، والاختلاف بين المولدين ان في هذا المولد في العجلة السفلية استعملنا قطعة من الصوف، اما في العجلة العلوية استعملنا شريط من اللاتكس. ودائما للتوصيل بين العجلتين استعملت قطعة من النيلون. اذا نقوم بتشغيل هذين المولدين، وهذا بعد تثبيت مخزن الشحنات السالبة لهذا المولد والموجبة لهذا المولد الثاني. نجرب اولا هذا المولد الخاص بالشحنات الموجبة، نغذيو المحرك بخمسة فولت، اذا نلاحظوا لهنا ان تجميع الشحنات الموجبة باستعمال 5 فولت يتطلب وقت كبير نسبيا. اما عندما نستعمل 12 فولت في الشحن كما نلاحظوا يكون بسرعة اكبر. ونجربوا الان مولد الشحنات السالبة، وباش نكشفوا هذه الشحنات يكفي استعمال دارات إلكترونية. وطريقة صنع هذه الدارات الإلكترونية نشوفوها إن شاء الله بالتفصيل في الفيديو القادم. أما في هذا الفيديو فسنقوم فقط بتشغيل الدارة، ومن بين الكواشف اللي راح ننجزوها إن شاء الله في الفيديو القادم هو هذا الكشف المستعمل لكشف الشحنات السالبة. اما هذا الكشف الثاني فيسمح بكشف الشحنات الموجبه.